بهذا اللقاء مع صديقي وزميلي خوسي مانويل الباريس وزير خارجية إسبانيا. هذا اللقاء يمكن الثالث اللي كنديروه بشكل مباشر، ولكن تواصلنا دائم. ما يمكنش تتصوروا شحال من مرة كنتكلموا في الهاتف بشكل مستمر حول علاقتنا الثنائية، حول القضايا الإقليمية، ولكن يعني تواصلنا هو شبه يومي حول كل القضايا. جلالة الملك محمد السادس قال بأن العلاقات مع إسبانيا دخلت في مرحلة جديدة، مرحلة غير مسبوقة، قائمة على الاحترام المتبادل، قائمة على الطموح القوي لهذه العلاقة، وقائمة على تنفيذ الالتزامات المشتركة لخدمة مصالح البلدين ولخدمة الأمن والاستقرار الإقليمي. اجتماعنا اليوم كان فرصة باش نشوفوا فين وصلنا في تحقيق البيان المشترك الذي تم اعتماده خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز إلى المغرب ولقائه مع جلالة الملك في شهر أبريل 2000 من هذه السنة 2022. ولقينا بأن العديد من الأمور تحققت، كل ما كان في البيان المشترك تم تحقيقه. اجتمعت فرق العمل كلها، اجتمعت 4 من 6 اجتماعات، وكاين اللي اجتمع اكثر من مره، والجوج اللي بقاو غيجتمعوا في الشهر المقبل، الفريق المتعلق بالثقافه والفريق المتعلق بالحدود البحريه اجتمع مره وغيجتمع المره الثانيه كذلك قريبا. فبالتالي كل فرق العمل اشتغلت واشتغلت بشكل طبيعي وعطت نتائج. عمليه مرحبا تمت بتنسيق تام وكانت عملية ناجحة جدا بفضل التعاون المغربي الإسباني. وهاد السنة هذه كانت سنة اللي فتنا بها حتى اللي تحقق في 2019، كان أكثر من 10% زائد على 2019. فبالتالي كانت كذلك عملية ناجحة. عودة الربط البحري والجوي خلات التبادل الإنساني كيستمر بشكل متطور، ورجعت العلاقة الإنسانية المغربية الإسبانية إلى ما كانت عليه وأكثر من ذلك. كذلك تحدثنا على المراحل المقبلة في العلاقة، كالاتفاق على أن تعقد اللجنة العليا المشتركة قريبا، وتحدثنا على إمكانية عقدها قبل نهاية السنة وربما في شهر نوفمبر المقبل، اللي تكون هذه يعني تقريبا 7 سنين ما انعقدتش هذه اللجنة، وغادي تكون واحد الحدث مهم في تطوير علاقتنا، وغيكون عندها مخرجات ونتائج جد مهمة للعلاقة الثنائية.